السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد. كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك من كل مكان، أنا رشا، وإن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة فيديو جميل ومميز وسريع. غرزة سهلة وسريعة قوي. الغرزة هي غرزة باف، بس تمشي للصيف وللشتاء. غرزة شال مثلث، يعني الغرزة إن شاء الله هتبقى يعني موفرة للخيوط، رغم إن احنا زي ما قلتلكوا بنستخدم غرزة الباف، لكن هي الغرزة مفرغة شوية، نقدر نعمل منها شال سريع. يعني بالكتير ممكن نحتاج 5 شلات خيط. هي الغرزة بصراحة رقيقة قوي، يعني غرزة الباف كده بشكل مميز مختلف، ان شاء الله هتعجبكم. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس، وارجعوا للفيديوهات القديمة الموجودة على القناة، ان شاء الله هتستفيدوا جدا جدا، وخصوصا لو مبتدئين. نقول بسم الله ونبدأ طريقة العمل. انا معايا هنا خيط مهير، هو خيط مهير رفيع، والابرة المناسبة لسمك الخيط 2.5 ملم. ايا كان الخيط اللي بتستخدمه بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط. اول حاجة بنعملها بنشتغل عقدة البداية. طبعا عقدة البداية بيبقى ليها كذا طريقة يعني للشغل، ونعد كده 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل بس انا اشتغلته. انا هكون من ال6 سلاسل دول حلقة هبتدي اشتغل جواها. اول حاجة هعملها ان انا هروح على السلسلة دي اللي هي رقم 1. لو مبتدئين مش واضحة قدامكم شدوا عقدة البداية، هتبان السلسلة رقم 1. هندخل هنا في السلسلة الاولى كده، معايا 2 حلقات على الابرة، هخرج من ال2 حلقات وكده خلاص انا قفلت الدايرة دي او الحلقة دي بتاعة البداية. هرتفع 3 سلاسل وهعتبرهم عمود بلفة، وهكمل شغل. هشتغل العمود بلفة رقم 2 عمود بلفة عادي، نخلي الشغل مستريح، يعني ما نريحش ايدينا ولا نرتفع بالعمود زيادة ولا نشد ايدينا في العمود. انا كده اشتغلت 2 عمود بلف. اشتغل العمود بلف رقم 3، 3 اعمدة بلف، وبعد كده 3 سلاسل فاصل، وهشتغل كمان 3 اعمدة بلفة، او يعني هنقول نشتغل المجموعة التانية من الاعمدة بلف. نعد كده العمود التاني والعمود التالت، يبقى كده انا اشتغلت مجموعتين. ونرجع نرتفع 3 سلاسل فاصل، وهشتغل المجموعة رقم 3، خط البداية معايا تحت الاعمدة اللي انا بشتغلها، علشان طبعا الجزء اللي هيتبقى من خط البداية بقصه في الاخر ونبقى من طرف الخيط. اكملهم كده 3 اعمدة بلفة. تمام كده، يبقى انا اشتغلت 3 مجموعات، 3 سلاسل فاصل، وهشتغل اخر مجموعة عندي، اخر مجموعة مكونة من 3 اعمدة بلفة. ادي كده العمود التاني والعمود رقم 3، وبس كده هو ده شغلي في الجزء ده، 4 مجموعات. هنرتفع للسطر الجديد، برتفع هنا للسطر الجديد سلسلة 2 3 3 سلاسل وبس، وبلف الشال. وعلى طول هنا هروح على اول فراغ هيقابلني، انا طبعا عندي 3 فراغات، ادي 3 فراغات واضحين جدا. هروح على الفراغ الاول وهبتدي هنا اشتغل صدفة، والصدفة دي هتبقى ثابتة معايا على طول الشال دايما من اليمين والشمال. فنبتدي كده العمود رقم 1 2 3، 3 اعمدة بلف، وعندي هنا فاصل سلسلة 2 3، ونرجع تاني نشتغل 3 اعمدة بلف. يعني الصدفة بتاعتي هتبقى زي الجزء اللي تحتها بالظبط، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. تمام كده، يبقى انا كده اشتغلت الصدفة دي اللي بتبقى في بداية السطر. بعد كده هرتفع 4 سلاسل وهروح على الفراغ رقم 2 هنا، الف الخيط على الابرة وهدخل هنا وهشتغل عمود بلفة، عمود بلفة واحد بس. وبعد كده هرجع تاني ارتفع 4 سلاسل وخلاص كده هروح على الفراغ رقم 3 هنا، وهشتغل صدفة في نهاية السطر عبارة عن 3 اعمدة بلفة كده، العمود التاني والعمود التالت، وبعد كده بشتغل 3 سلاسل فاصل، ونرجع نشتغل تاني في نفس الفراغ 3 اعمدة بلفة.
كده واحد وادي العمود التاني وخلاص كده بشتغل العمود التالت وكده خلاص خلصت الصدفة اللي بتبقى في نهاية السطر. وادي الشكل عندنا لحد دلوقتي، شغل سهل جدا. بعد كده هرتفع سلسلة اتنين تلاتة، ثابتين على التلات سلاسل دول، كل مرة برتفع للسطر الجديد برتفع تلات سلاسل. ونبدأ السطر بتاعنا بصدفة هنا في الفراغ، بدخل وبشتغل نفس الصدفة، نشتغلها كده مع بعض. تلاتة عمود بلفة، هادي العمود التالت، وتلات سلاسل فاصل، واحد اتنين تلاتة، ونرجع نشتغل تاني تلات أعمدة بلفة. هادي العمود التاني ونشتغل العمود التالت. شوية كده هنبقى نختصر الجزء ده، يعني هشتغلها وهرجع لكم نكمل. بعد كده هرتفع أربع سلاسل، الغرزة من تكرار سطرين، وعدد سلاسل الفاصل في السطرين زي ما هو. جف الخيط على الإبرة وهدخل هنا وهبتدي أشتغل قبل العمود وبعد العمود، ونركز مع بعض في الجزء ده. هرتفع كده مرة، أنا بشتغل بف، ودي المرة التانية، وكده المرة رقم تلاتة، وكده أربعة، كده خمسة، والمرة رقم ستة. والست مرات دول يعني خلينا شغلنا يبقى مرن فيهم، حابين تزودوهم أو تنقصوهم. وهنا فوق العمود هياخد مرة واحدة بس، وبرضو برتفع نفس الارتفاع. بنرتفع هنا برضو ارتفاع العمود بلف، والف الخيط على الإبرة، وبعد العمود هنا أنا برضو لسه هكرر الجزء ده تاني معاكم. ادي كده مرة، والمرة التانية، كده تلاتة، أربعة، خمسة، وآخر مرة رقم ستة. ممكن لو الخيط سميك عن كده تخلوهم خمس مرات بدل ستة، لكن المرة اللي من فوق العمود ثابتة معانا. بالراحة كده بنطلع من كل اللفات اللي على الإبرة دي، كل اللفات بطلع منها. وادي الشكل لحد دلوقتي، الشكل ده هيتظبط لما هقفل عليه بسلسلة. نقفل كده بسلسلة، اهو شايفين الشكل مظبوط جدا وجميل جدا، غرزة الباف بشكل مختلف. من هنا برتفع خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا لسه مكملة شغل في الجزء ده، هنا في الفراغ ده هدخل وهشتغل غرزة حشو. لسه مكملين، هرجع تاني ارتفع خمس سلاسل، وفي نفس الفراغ هدخل وهشتغل غرزة حشو. مظبوط كده في نفس الفراغ، يبقى انا كده كونت الشكلين دول. كمان مرة هرتفع خمس سلاسل ونشوف الشكل كامل كده على بعضه. في نفس الفراغ هدخل وبرده هشتغل غرزة حشو، يبقى ده الشكل اللي احنا كوناه. يعني انا اشتغلت ثلاث مرات فراغ خمس سلاسل، بيدينا شكل جميل جدا فوق الاتنين باف، اهو ده الشكل. وبعد كده هرجع تاني ارتفع اربع سلاسل، هنقفل بقى السطر. الاربع سلاسل زي الاربع سلاسل دول، وبعد كده خلاص هنقفل السطر بالصدفة زي الصدفة اللي تحتها. انا دلوقتي سريعا هشتغلها وهرجع لكم. خلاص اشتغلت الصدفة وكمان ارتفعت للسطر الجديد. خلاص احنا عرفنا طريقة العمل، بنرتفع تلات سلاسل للسطر الجديد وبنبدأ شغل الصدفة بتاعتنا. تلاتة عمود، تلاتة سلسلة، تلاتة عمود. شايفين الغرزة من البداية بتبان شكلها جميل، يعني هي بتبقى واضحة من البداية. نبدأ السطر بتاعنا. اول حاجة بشتغل اربع سلاسل، وبروح هنا على الفراغ ده وهشتغل عمود بلفة، ونرجع تاني نشتغل اربع سلاسل، وادي الثلاث فراغات. بروح للفراغ التاني، نعد واحد وندخل هنا في الفراغ التاني، وهنا بشتغل غرزة حشو. ونرجع تاني نشتغل اربع سلاسل، وبعد كده هروح على الفراغ الاخير،
الف الخيط على الابره وهشتغل هنا عمود بلفه زي ده. هدخل هنا كده واشتغل عمود بلفه وبس كده، ونرجع تاني نرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وخلاص كده هنقفل السطر. لف الخيط على الابره وهنا هشتغل نفس الصدفه، نفس الصدفه دي. فانا سريعا هقفل السطر وهبدأ للسطر الجديد، وادي الشكل عندنا. انا هقفل السطر وهبدأ للسطر الجديد، وكمان هغير اللون. احنا ماشيين بنفس طريقتنا، سريعا وهرجع لكم. عندنا هنا عمود، قفلت هنا بصدفة وارتفعت للسطر الجديد. بنبدأ طبعا بالصدفة بتاعتنا ونبدأ السطر. هنا هنكرر الباف، اول حاجة برتفع 4 سلاسل وهكرر الباف دي على العمود اللي قدامي ده. نركز مع بعض، برتفع ادي كده مرة، هو نفس سمك الخيط، فانا نفس عدد المرات اللي هو 6، يعني ده نفس سمك الخيط اللي فات، فمش هغير حاجة. ادي كده 6 مرات اللفات بتاعتنا مظبوطة على الابرة. ناخد مرة هنا من فوق العمود ونرجع بعد العمود، ناخد 6 مرات. ادي كده المرة التانية، كده 3 4 5 6. ما ننتهيش من الخطوة دي الا لما نتأكد ان الشكل كده اللفات كلها مظبوطة على الابرة مفرودة. نطلع من كل اللفات، ادي اخر لفة، شدين ايدينا ونطلع من الحلقة اللي باقية على الابرة بسلسلة. وبعد كده برجع ارتفع 5 سلاسل، بنكون الشكل اللي فوق الاتنين الباف. بدخل هنا وبشتغل غرزة حشو، وتاني برتفع 5 سلاسل، وبدخل هنا وبشتغل غرزة حشو، واخر مرة او المرة التالتة بنرتفع 5 سلاسل وندخل هنا وبنشتغل غرزة حشو، وبنرتفع بعدها 4 سلاسل الفاصل يعني، وادي الشكل. دي من غرز الباف السهلة، ان شاء الله هتظبط معاكم من البداية. بعد ال4 سلاسل انا هتخطى الجزء ده خالص، انا كل اللي هعمله ان انا هروح على العمود وهكرر تاني شغل الباف. يعني شايفين العمود كده واضح قدامي، بنفس طريقة العمل انا بكمل شغل. قبل العمود هنا هياخد 6 لفات، اهم حاجة اول لفة نظبط الارتفاع بتاعها زي ما اتفقنا، ارتفاع العمود بلفة، وبعد كده بنرتفع باقي المرات. يبقى كده 6 مرات، ومرة واحدة بس من هنا من فوق العمود، ونرجع ناخد 6 مرات من بعد العمود. تمام كده، كل اللفات على الإبرة مظبوطة، اللفات مفرودة علشان ما نضطرش نعيد أي خطوة. نطلع من كل اللفات بالراحة، برضو اللفات لازم تبقى مفرودة علشان نعرف نطلع من كل اللفات بسهولة، ونقفل عليها بسلسلة ونرجع تاني نكمل الشكل اللي بنشتغله فوق الاتنين باف. برتفع 5 سلاسل وغرزة حشو، وسريعا كده خلاص كملت الشكل. انا مفروض بشتغل 3 فراغات، كل فراغ 5 سلاسل ونقفله بحشو، وادي الشكل 3 فراغات يعني، علشان بس الخطوة دي مكررة. وبعد كده برتفع 4 سلاسل وهنقفل السطر هنا في الفراغ ده اللي هو فراغ الصدفة، وبشتغل نفس الصدفة. يبقى لحد دلوقتي ده الشكل عندنا، هقفل السطر وخلاص. قفلت السطر وبدأت كمان السطر الجديد، قفلت بصدفة وارتفعت 3 سلاسل وبدأت السطر الجديد. نبدأ السطر الجديد، برتفع 4 سلاسل، بنكرر سطرين، سطر بنشتغل فيه الأعمدة وسطر بنشتغل فيه الباف. يبقى هنا أنا بعد ال4 سلاسل هشتغل عمود بلفة، وطبعا عدد الأعمدة بيزيد معنا. وبعد كده برتفع 4 سلاسل
وهروح هنا على الفراغ التاني بتاع الخمس سلاسل وهشتغل الحشو، وتاني هرتفع الاربع سلاسل الفاصل بتاعنا. نخلي بالنا هنا بقى مع تزايد المجموعات، الفراغ ده هشتغل فيه عمود بلفة زي ده، فانا بدخل كده في الفراغ اللي بعده اللي هو فراغ الاربع سلاسل وبشتغل عمود بلفة وبرتفع اربع سلاسل، وبروح هنا على الفراغ رقم اتنين وبشتغل غرزة حشو. الغرزة سهلة قوي قوي، مع تزايد المجموعات مفيش اي لخبطة، وادي الاربع سلاسل وخلاص كده هنقفل السطر هنا بعمود بلفة، ونرجع تاني نشتغل اربع سلاسل وهنقفل السطر هنا بصدفة في نهاية السطر كده. في السطر ده هقفل بس السطر وهرجع لكم نعد الاعمدة. خلاص قفلت السطر وبدأت هنا للسطر الجديد كمان بصدفة، شايفين كده الاعمدة عندي. الاعمدة طبعا كل مرة بتزيد عمود واحد، ادي عمود بعده طبعا الاربع سلاسل وحشو اربع سلاسل، وادي العمود التاني واربع سلاسل وحشو، وتاني اربع سلاسل، وادي العمود التالت وبعده طبعا بشتغل اربع سلاسل. يبقى ده شكل التزايد في الغرزة، مفيش اوضح من كده. قفلت طبعا الصدفة وبدأت السطر الجديد بصدفة جديدة، ودي بتبقى طريقة العمل في الغرزة دي، يعني مفيش ابسط من كده. والباف كمان مجموعات الباف كل مرة بتزيد معايا مجموعة. هشتغل الجزء ده طبعا بنتخطاه وبنشتغل على الأعمدة فقط، الباف بنشتغلها على الأعمدة فاصل بس أربع سلاسل، وبنروح على العمود اللي بعده نشتغل مجموعة الباف، وده يعني الشغل مع تزايد المجموعات ان شاء الله ما فيهوش اي لخبطة. دلوقتي انا هسيبكم وهرتفع كذا سطر من الغرزة دي بنفس طريقة العمل كده، هكرر السطرين دول وهرجع لكم نشوف الشكل مع بعض عامل ازاي. وهنا بعد ما ارتفعت كذا سطر، غرزة جميلة وسهلة، وغرزة الباف من الغرز الرقيقة في شغل الشال المثلث، بصراحة هي بتعجبني قوي. هتمشي بنفس الطريقة كده، شال مثلث الشغل بتاعه واضح، تكرار سطرين هنكرر فيهم لحد ما هنوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. ويعني ان شاء الله الغرزة دي تكون سهلة عليكم لو حبيتوا تجربوها، وكمان هتبقى سهلة على المبتدئين لو حبوا ينفذوا شال سريع، يعني ممكن يحتاج معاهم من 5 لـ 6 شلات بالكتير جدا جدا. طبعا ده بالنسبة للمقاس المتوسط. وفي النهاية طبعا الشراشيب دي حاجة ترجع لكم لو حابين تركبوا شراشيب بأي طريقة، الشراشيب التقليدية، وانا اشتغلت برضو كذا شكل من الشراشيب في الشغل بتاع الشال المثلث. سايبالكو في البطاقات قائمة تشغيل فيها شال مثلث، يعني جمعت لكم اشكال كتير جدا من الشال المثلث اللي اشتغلتها على القناة، ان شاء الله هتستفيدوا منها. طالما وصلتوا معايا لحد الجزء ده من الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير مع كل اصحابكم اللي بيحبوا الكروشيه واللي لسه مبتدئين في الكروشيه، وحتى لو مش بيحبوا الكروشيه هواية جميلة ومفيدة ان شاء الله يحبوها. وكده خلصنا الفيديو، واسيبكم في رعاية الله.